المنتج وداعم الفن والفنانين والرياضة كمان اليوم، يعني هاي مش جديدة عليك نضال. نضال يسعد لي مساك. نفس رجال يحيي رجال. مبسوط جدا اليوم بما انه انت نضال بعرف بتحب اللمة، بتحب اللمة وبتحب انه يكون في علاقة دائمة وقوية بين الفنانين وبين الاعلاميين وبين المنتجين ايضا. بحيوا نضال خزاعلي لانك انت فارس من فرسان التغيير، بشكرك على جهودك حبيبي نضال. بدي اوجه شكر للمنتج نضال الخزاعلي اللي عم بيجمع دائما الفنانين والاعلاميين، بوجود صديقنا كذلك نضال خزاعلي اللي له دور في انه عم بيجمع لنا كل الفنانين دائما. نضال خزاعلي صديق عزيز كثير الي وبتمنى له التوفيق. شكرا لنضال خزاعلي اللي اليوم جمعنا مع الفنانين واصحابنا. حبيب قلبي طبعا الاستاذ نضال الخزاعلي، الف الف شكر على هاي الحفل الحلو كثير اللي جمع كل الفنانين العرب. خزعلي نضال خزعلي هو من الاشخاص المميزين، احنا نقول صديق الفنانين. حبيب استاذ نضال، وشكرا لرجل اعمال نضال خزعلي اللي عمل هالجمعه اليوم وكلنا موجودين. بتمنى للسيد نضال كل التوفيق من رب العالمين. لازم نشكر مستر نضال خزعلي على هاللمه الحلوه وعلى هالجمعه للفنانين. طبعا استاذ نضال طبعا الف مبروك على البدايات الحلوة إن شاء الله راح تكون في بلدنا. الأستاذ نضال خزعلي يعني هذا مش إشي جديد عليه. أحكي السيد نضال خزعلي بشكل شخصي من الأشخاص الداعمين للفنانين الأردنيين وللإعلاميين المتواجدين في الأردن، فأنا بوجه له كل التحية والتقدير والشكر على دعمه المتواصل للفنان الأردني والإعلامي الموجود في الأردن.